السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة أم جنات، ومرحبا بالمتتبعين ديالي العزاز، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا على لي كومونتيرات زوينين، والله يزين ايامكم ربي يخليكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. وعلى بركة الله اليوم ان شاء الله يا ربي بغيت نصايب معكم واحد الكريمة ديال نيسكافيه، كتجي رائعة يا البنات وكتجي زوينة، وانا ديجا جربتها ماشي مرة ماشي جوج، واليوم ان شاء الله يا ربي بغيت نشاركها معكم على بركة الله. وندوزو المقادير اللي تنحتاجو في هاد الكريمة هادي ديال نيسكافيه. بسم الله، اول حاجة كنحتاج هنايا واحد 3 المعالق ديال نيسكافيه، انا عندي هنايا عبرت بهاد المعالق هادو الصغار، والكمية اللي عبرت بها القهوة هي اللي عبرت بها السكر وهي اللي عبرت بها الماء، ما تنساوش البنات الكميه اللي عبرت بها السكر القهوه عفوا هي اللي عبرت بها السكر وعبرت بها الماء، يعني الا درتو 4 ديال المعالق ديروا 4 ديال المعالق الماء، يعني الكميه كلها تكون فيها 4 المعالق بالنسبه اللي دار 4، الا بغيتو ديروا 5 6 يعني ديروا نفس الحجم على بركه الله. اول حاجه كناخذوا هاد القهوه هادي، انا هاد البنات هاد الجيره هادي علاش نطحن فيها بزاف وعلاش ندير فيها سميتو كتعجبني، حيت هي كتطلع لي الكريمه دغيا وزوينه كتعجبني في الخدمه ديالها، داكشي علاش عندي ديال الدجاج ولكن ما كتعجبنيش انا، كتعجبني هادي. هانتوما البنات غادي ندير السكر ديالي، هانتوما كذلك الماء، ندير الماء 4 ديال المعالق توا، هانتوما البنات يعني غير نخلطو هانتوما البنات قدام عينيكم، يعني ما خصكمش تجريوها بزاف باش تطلع، يعني نفس الكميه. هانتوما البنات هاني غنطرب البنات هاد القهوه، بسم الله باقي البنات غنزيدو لها يعني حتى تعقد لينا مزيان، حيت راه فيها شويه ديال سميتو، يعني ماشي مشكل حاولوا حيت البنات من قدامي هذا. هانتوما البنات غا بشويه بشويه حتى تطلعوها، انا راه هذا معها حتى تطلع ان شاء الله يا ربي، راه باقا غادي تزيد عليها هكايا، باقا غادي تزيد شي البنات، باقا غادي تزيد مزيان. هانتوما البنات من بعد ما حصلنا على الكريمه ديالنا، ها هي دي كريمه هائله يا البنات، من بعد ما حصلنا عليها، واللي بغات تزيد تطربها مزيان يعني تزيد ماشي مشكل، واللي بغات تضاعف الحجم ديال هاد نيسكافيه وديال السكر وديال الماء يعني تضاعفهم، اللي بغات يعني اللي بغات الحجم كثير بالنسبه للعائله. اما انا راه غندير غير كاس واحد بسم الله، وبالنسبه للتزيين كيبقى التزيين من الاختيار ديالكم. بسم الله كتلصق مع ملسه بزاف كتلصق، لكن عرفتي زوينه بالنسبه للعشاق ديال نيسكافيه، يعني يا سلام كتجي واعره يا البنات، تجي زوينه بزاف بزاف بزاف. بغيت نزينها قدامكم هكا، بغيت نحطها بهذه الطريقه هذه،
الماء البنات انا غادي نكمل نحطها في الكاس تاعي كامله الحساب من هنايا ونحطها في الكاس تاعي كامله وغادي نتلاقاو ان شاء الله يا ربي. وبالنسبه للتزيين عندي هنايا واحد شويه ديال الشوكولاته ابيض، يعني حكيت واحد شويه ديال الشوكولاته ابيض، يعني نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، بغيتو تزينوها زينوها، مبغيتوش تزينوها كتخليوها هكاك. وهانتوما البنات ها هو الشكل النهائي ديال الكريمه ديالنا ديال النسكافيه، كتجي رائعه يا البنات. وبالنسبه كما كنقول دائما يعني بالنسبه للناس دوك العشاق ديال النسكافيه يا سلام، يعني راه ما غاديش يملوها. هانتوما البنات تجي زوينه واللي باغي يكثرها يكثرها. هانتوما البنات تجي واعره 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 واعره، عفوا راه هانتوما يعني انايا غير وريتكم الطريقه. واللي بغات يعني تضاعف الحجم تضاعفو، اللي باغات دير في بلاصه الحليب يعني شي حاجه اخرى من غير الحليب ديرو، يعني انا بغات تحطها غير بوحدها تحطها يعني عادي كتجي زوينه. وبالنسبه لهاد الزين هذا يعني كيبقى من الاختيار ديالكم باش ما بغيتو تزينوها. وكنتمنى هاد الشكل هذا ديال هاد نيسكا هاد الكريمه ديال نيسكافيه تعجبكم، والطريقه سهله بزاف 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 بزاف. يلا العشاق ديال القهوه نوضوا ديروها بنينه وزوينه بزاف وكتجي هائله وفيها واحد المذاق رائع البنات. وبصحه والراحه يا البنات، وما تنساونيش كذلك كما كنقول دائما ما تنساونيش باش نجيب لكم الجديد ان شاء الله يا ربي. باي باي عليكم.